مرحبا بكم مجددا في الحلقة رقم 18 لركن السيارة في مكانها المناسب. إذن هذه هي السيارة. هذا المسار صعب جدا، تابعوا معنا إلى النهاية. هل سوف نستطيع أن نركن السيارة في مكانها المناسب؟ إذن شاهدوا معنا، هذه هي السيارة. لن تسقط السيارة. شاهدوا، كادت أن تسقط، لكننا لن نتركها أن تسقط. شاهدوا السيارة الجميلة والصغيرة، كيف سنخرج من هذا المسار؟ إذن نلمس الحاجز. إذن ببطء، لا، نذهب إلى الأمام. ثم ناقل السرعة إلى الوراء. ثم إلى الأمام قليلا. هذا المسار صعب جدا. ثم إلى الوراء. نلف إلى الوراء، ثم أعتقد أننا سوف نصل إلى الأمام. ثم ناقل السرعة إلى الخلف. هكذا نرى ماذا يوجد في الوراء. إذن وصلنا إلى النهاية. شكرا لكم، لا تنسوا مشاهدة الفيديوهات المقبلة. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.